هل تؤيد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بعد مجلس النواب بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبتها السلطنة العثمانية؟ لست ملما بهذا الموضوع، لا أعلم الكثير عن الأمر. من المهم أنه تم إقرار هذا المشروع، ولكن من المهم أيضا النظر إلى سبب إقراره. لم نمرر هذا القرار بسبب إبادة الأرمن، بل لكي نضغط على تركيا. يجب أن نقف دائما ضد أعمال الإبادة بكل تأكيد. ما رأيك بموقف الإدارة الذي يخالف قراري مجلس الشيوخ والنواب ولم يعترف بإبادة الأرمن؟ لا أتفق مع الموقف إطلاقا. الأمر يشير إلى مدى رغبة إدارة ترامب بمخالفة ما يريد الكونغرس فعله. هذا الرئيس لن يعترف بشيء إلا لو كانت له مصلحة. إنه أمر مؤسف وخطير. كيف تنظر إلى تهديد الرئيس التركي بطرد القوات الأمريكية من قاعدة إنجرليك العسكرية في تركيا في حال فرض عقوبات على أنقرة؟ أردوغان يريد إظهار استقلاليته وحماية مصالح تركيا. ألوم تركيا لأنها اشترت الأسلحة من روسيا. تركيا تشعر بضغوط بعد شرائها الأسلحة الروسية، وأمريكا تشعر أن تركيا لا تعبأ بمصالحها. ستكون مفاجأة أن تردت القوات الأمريكية من تلك القواعد العسكرية.